حبيباتي أحبائي السلام عليكم، تمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير إن شاء الله، والأمور على ما يرام. اليوم بإذن الله كما كتشوفوا معي على طاولة العمل غادي نتقاسموا معكم من إدمكم من الحنينة بطبوط ميني، بطبوط ماشي ميني ميني، خلاتها ماما قالت كذاك الميني ما كيعمرش لي عيني بزاف، مويا معمر بواحد الحشوة جد اقتصادية ولذيذة. مهم حاليا غادي نتقاسموا معكم الطريقه والسر ديال البطبوط باش كيجي هشيش وخاوي من الداخل. صبحي عليهم ميمتي ونبدا. صباح الخير بنياتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا؟ كي دايرين وليداتكم ونبوسكم كاملين بنياتي؟ الله يرضي عليكم. امين ميمتي. المهم البنات، هنا ماما مغلبه الفورس على الفينو. ايه هنا دايره تقريبا شي 300 غرام اولا 350 غرام في 100 غرام ديال الفينو. نتوما تتبقى الكميه دوبلوها ولا نقصوها كما بغيتو. هنا دارت ملعقه صغيره ماما السكر، زيدي سكر بودر سنيده سنيده عويش قطع زيت زيت المائده عاديه المائدة. هنا الخميره، الخميره راه كثرات ماما دارت معلقه ونص كبار. ايه وهنا عاشق ديال الحليب بودره ملعقه كبيره تابير. والملح فوالا باش كيجي والماء دافي. هذه هي المكونات، غنبتديو على بركه الله. يلا ديري ميمتي. درت الخميره، استسمح راه خدامه الماشينه لافي قلبه لينا الراس. يلا سير ميمتي. غادي ندير السكر باش يتفاعلوا مزيان، وندير الحليب بودره وندير الزيت ونخلي الملح من بعد باش تخمر لينا دغيا، حيت حنا عندنا الحل بارده البنات. بالنسبه للخميره ديال الخبز اللي بغى ينقص كان الحل سخون ينقص، عينيكم ميزانكم. مهم الوالده راه عرفتوا هاد الايامات غتلاحظوا الفيديوهات فاش تقولي ما تجبدي لي لا قصعه لا يحزنون، ولات باغا تعجن في البوطاجي كنمسحوه بالجافيل نقيوها البنات صافي كتقولي احسن ليا. باوي بنتي دغيا كتعجن كنت تغلبي عليها دغيا. المهم كتبقى تجمع فيها بشويه بشويه كما كتشوفوا. ماما ما كتكونش قاصحه من الاول؟ لا شويه دليك البطبوط اصلا هو الدليك. اه يا كمي دليك بنتي دليك، البطبوط هو الدليك في الصراحه. فالمهم غادي تلم العجينه ديالها عاديه ونرجع لكم ان شاء الله. مويان شنو ماما كيسمع بك البنات؟ غفلتك غفلتك دابا بارك عليا. ميني من ما نديروش ميني مي. لا لا اختي خليني من هذوك تشديها، هذوك نهار شي نهار ديريهم انت ان شاء الله. ياك الوالده حرام عليك انا صدقتيش معايا ماما اليوم. لا علاش انت دابا مالكي معلميني؟ ما بغيتش ما بغيت نفهم. لا نديرهم شويه ماشي كبار بالطبوطات بحال اللي كنديروا نورمال. اها نديروهم شويه فايتين هذوك الميني شويه. غيجوع علينا الوالده عندك الصح. الوالده راه حكرتيني في الفيديو اللي فات المسمن ديال الشحمه. والله بنيتي الا نسيتك بالله حكرتيني حكرتي بنيتي. قلت لك ندير لك بسمنات ما بغيتيش. قلت لي امي لا، قلت لك نوض الصباح نعجن لك جوج بسمنات. ما قولي لي شنو عندك مع العجينه عزيزه عليك؟ عا قولي لي. ورا ملي كنت صغيره وانا الله يسترها كاين العجينه وسد الشفاف والتصياق والتطراف والطلماط ومسيح الغبره نموت عليهم من صغري. سبحان الله العظيم. ملي كنت صغيره وانا هكاك. ماما ما عاودتيش لي من ديك القصه ملي كنتي كتعجني في الخبز وجدك الله يرحمه بقاسم. الله يرحمه. منين نسمع العجينه كطرطقه ماما. الله يرحمه بنيتي الله يرحمه. اش قال لام حليمه الله يرحمها حتى هي في هذا النار؟ كان مسكين الله يرحمه كيخدم في المرسى وجاي مسكين بالموتور في العشيه وانا سيره نعجن. ايوا وسمع الطرق طرطلق وعدوه المراه اللي تدخل مسكه قدامه. الله يرحمه مسكين. قال لام حليمه قال لها قولها تجمع فمها. لا قال لي انت بنيتي هذوك الصداغ ما دروك شوف شنو با كنت نقول ليه با الله يرحمه تاهو الله يرحمه مسكين. قال له هو الدور في جده. قالت لي انت يا مالها مسكينه دار العجينه ويلي قال لها العجينه يا طنق. انا قال لها غادي نجلس قدامها الله يرحمه وانا جا نعاود لك هذا الشيء عندي 9 سنين 10 سنين تبارك الله الصالح الله يرحمه يا ربي وغا نرحمه هذا النهار. قال انا غنتربع وغنشوف هذه العجينه اللي انا لا كتجدغ فيها سمعتها من باب الدار برق برب الله الله يرحمه مسكين وتشعل ركيباته وجلس قدامي وانا بركت هك بالك هك بالك هك بالك طرق طرطلق طرق طرطلق كنت صغير ويقول لي تبارك الله على بنيتي تبارك الله عليك ويا الدور فريحه. قالت لي انت كي كدير فريحه بنت اختو راه كبيره دابا راه في الله تاع امي الله يذكرها بخير. قال لها نوضي تقعدي قال لها العمى في عينك ان شاء الله ويدير لها بيدها خمس عليها قال لها نوضي تقعدي كتجدر في خدك شوفي كي ذاك النهار عجنتي لي جاني مدقص الله يرحمه مسكين الله يرحمه مسكين سعيدي تا هو يا
الله يرحمه وجميع اموات المسلمين. اللي يجي يقول لي ما كاينش كل خبز مينا يجي كالشفنج. الله يرحمه. سي فري ماما العجينه عزيزه عليها، وراه قلتها وكنعاودها البنات، راه عندها الروبو. عرفتوا البنات غنعاود لكم واحد القصه تاع الروبو غتموتوا بالضحك. نهار لي الله رحلت لدارها في الكاتورزيام، قالت لي طارت معزه نزلت معزه بغيت الروبو ديال العجينه. عقلتي امي خرجوا ديك الساعات. انا راه كنهضر لكم دابا شحال ماما؟ ماشي 14 شحال دابا؟ 14 بس كنت 14 عام سكنت في الطوق ديال يا ودي امي. امتي تي رانا عارفه كتعجني بيدك، قالت لي بغيت روبو، قلت لك بغيت روبو بغيت روبو. مشينا شرينا ليها روبو جبتو لها بكارطون جديد عجنت فيه مره ولا جوج. يا تقول لي هادشي راه ما مسلكنيش ابنيتي. قلت لها ويلي امي ما تقوليهاش. خرجت من الروبو عاود لك ويلي. ضحكوا البنات. شوفوا دابا تخيلوا معايا، محيحه على روبو، جبنا ليها روبو، حيدت العجينه من وسط الروبو وبركت على لا جات القصعه وبركت عجن عجن دلك دلك دلك. قلت لها امي دابا الروبو قالت لك واعا خليه مره مره بنيتي، راه كيسمع فيكم الروبو لحد الان في الكرتونه. والله العظيم باقي جديد. حتى لا مشيت عندها انا تنقول لها جبديه غنخدم به انا، كتقول لي انا نعجل، كنقول لها لا جبدي لي الروبو انا باغا الروبو على غديد الروبو. ماما عزيزه لا، ولكن راه في الصراحه راه الطبيب قال لها راه كنمشي انا ويا الطبيب راه كتسمع. قال لها الطبيب قد ما تحركتي قد ما درتي الميناج قد ما تمشيتي قد ما كلشي مزيان لك لصحيحتك. داكشي حتى هي علاش مسكي واخا ماشي كتفورس هي، يعني هادشي اللي كديرو راه سمعتوه كتبغيه، كتبغي ديرو بخاطرها. شي حاجه اللي ما تبغيش ديرها تقول لك ما نديرهاش صراحه، والحاجه اللي ما تعرفيش امي كتقولي. اي بنيتي مولاش نكذب على راسي، كتقولها في الصراحه والواقع. الحاجه اللي ما نعرفش ليها ما نتقاش ليها ما نعرفهاش. اما هادشي راه عارفه بان الطبيب قال لها مزيان تحركي فكتحرك مسكينه. دابا راه قلت لها ماما ارينا نعجن، قالت لي لا انا نعجن بنيتي. تموت على شي حاجه سميتها العجينه سبحان الله العظيم. تم الشركات ديال الروبوات غيديروا معاك فايت الا بقيتي هكا. والله العون عليا اش دير بنيتي. صافي البنات انتم كتشوفوا بهالطريقه هذه كتبقى رشيشه ودليكه رشيشه ودليكه حتى تبغي تدخل الملح ونرجع لكم ياك امي ان شاء الله. وي ماما غدير المليحه. هي دابا غندير الملحه. هذيك الملحه راه ما مالحاش. لا صيبه حتى حنا ما نملحوش بزاف. هاك سدي بنتي هذه وندير رشيشه دوب هاد المليحه وفيها ثاني نديها ونجيبها ودلتها مزيان. راه البطبوط تيبغي دليك لواحد الدرجه البنات باش يجي هشيش ورطب وخاوي من الداخل. مهم انا هذه نصيحه للمبتدئات، الاخوات ما شاء الله راه عارفين. ماشي انت خدامه شتي امي واش غديري؟ هادو البنات راه ماما بيتها معايا منين نص الصباح قالت لي اش غديري؟ قلت لها كيفاش غندير؟ انا باغا نفيلمي شويه ديال البطبوط. قالت لي انا ننجنو. قلت لها باغا ندير شويه ديال البريوات مملاحات. قالت لي هادوك دبري راسك انا نعاونك. قلت لها واخا. وهي تقول لي والدار تلا الدار نقيه امي مجفه ومقاده. قالت لي والحوايج؟ قلت لها راه يلا لا ماشين يلا طوينا الحوايج على البارح ديال واحد الماشينه حيدتهم السيشلانج. هي تمشي تلقى واحد هذاك الباني تاع اللانج اللي في الصال دابا تقول لي واو بنيتي كاين هنا شويه ديال الحوش. لا شويه تيتجمعوا. قالت لي لا حيديهم. قلت لها والله هي اللي ما تعاود اميمتي. اميمتي عزيز على النقى الله يخليها لي ويطول لي عمرها. عزيز على النقى لواحد الدرجه سبحان الله العلي العظيم. صافي دابا غتبدا تدلك ياك امي. دليك ورشا خاصو دليك ضروري ضروري الا ما كانش سيرتو تاع البطبوط انا كنأكد عليها. هكا البنات تبقى دلك تبارك الله على ميمتي. يبارك فيك البنات. شفتو البنات القوام هانتوما راه باقي يعني مازال يزيد يشرب الماء راه مازال غتزيد ترشو ياك ماما. صافي غتستمر بهالطريقه هذه حتى تحصلوا على القوام في الاخر وغدير منه جوج ديال الكويرات ياك امي. اييه باش حيت خصو يتحل البنات بالمدلك يتحل بالمدلك وعاد مهم غادي تشوفوا معنا ديك المرحله بلا ما نحرق لكم المراحل. ها هو البنات القوام نتوما كتعجنوا كدلكوا والعجينه تبعكم وكيتلصق شويه في اليد باش كيجي خاوي من الوسط باش كيجي خاوي وخفيف وهشيش.
ها انتم ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله على ميمتي. صافي العجينه مدلوكه. هذه هي العجينه الوالده، دابا عاد كيبرد لها القلب، حتى كتسمع الطرطيق تاع العجينه بحال هكا عاد كترتاح. راه بقات كتعجن فيه واد بنات واحد 10 دقائق تقريبا وهي كتعجن بحال هكا، القوام ديالو خصو يكون من الاحسن. صافي دابا غادي دير منه جوج كويرات ان شاء الله ونخليهم حتى يتراجعوا ان شاء الله يا ربي. غنوريهم كيفاش كدير هكا السميده وغادي تقسموا على جوج بحال غيديروا الخبز عادي جدا. فوالا نديروا هكا على جوج، اطلولبهم ونغطيوهم ونخليوهم تيرتاحوا حيت غيتحلوا بالمدلك. العجينه لما كانتش مرتاحه ما غاديش تحل لكم، من الاحسن غتخليوها حتى ترتاح تماما. صافي غادي نغطيوهم نخليوها ترتاح واحد تقريبا البنات واحد 10 دقائق ماما هكا 15 دقيقه ونرجعوا لكم ان شاء الله. من بعد ما تراجع دابا ماما غتحلوا بالمدلك. ماما بصراحه مولفه كتحلوا بيديها قالت لي بيديها بنيتي حيت مراجع مزيان. المهم السمك حنا غادي نوريوكم ثاني، راه خلاتها مغطيه كما كتشوفوا. ها هي القطاع اللي وجدنا، هذا هو الحجم اللي بغات الوالده يا كمي. هي قد هادوك زيدي امي جاتك وقيلا ديرونجاتك هذيك اللي هي ما قدرتيش تحلي ياكي. المهم البنات غتكمل بحال هكا غتحل ونرجعوا لكم. من بعد ما حلاتها البنات هانتوما كتشوفوا، هانتوما ما ديوهاش بنيتي وتجيبوها بزاف باش ما تخسرش لينا الدويويره ديال السمكه. البنات ها هو دارتو قداش هانتوما كتشوفوا فيه، شتو ماشي غليظ بزاف وماشي رقيق بزاف حيت مازال غادي يتنفخوا. اي هاي الوالده ولات لنا فنانه. ايوا اش ديري. صافي هنا البنات اش غنوريكم، غنوريكم واقيلا الكواليس باش تضحكوا علينا. المهم هالكواليس اختكم موجوده باش طيب الغداء هالكوكوط. فالمهم هنا وجدت ماما دارت واحد الزويف رشاته هنايا بالسميده الرقيقه او الفينو، وجدت مينطه حيت عندي انا الكوزينه بارده ما فيهاش الشوفاج، غادي ديرهم ترجع لهم هاد الزويف وتعاود تغطيهم بالمانطه حتى يخمروا. ها انتم صافي هذا هي الطريقه ديالهم، وهاد العجينه اللي بقات كتعاود تجمع وترتاح وتاني نعاودو نخدمو بها باش ما نضيعوش، راه كتخرج كميه كبيره ما شاء الله. تبداي تهزي ليا ديري مليح. واخا يلا غنخليوكم البنات تيخمروا ونتلاقاو معاكم. نشلو لهادي التراجع. بالنسبه للحشوه البنات اختاريت اليوم يعني داكشي اللي متوفر في كل بيت، ماشي ضروري خصنا الكفته وخصنا البلون دو بولي وخصنا المرق، اي حاجه عندنا غادي نخدمو بها. انا هنا عندي الطون البنات كما كتشوفوا طون بالزيت، هنا عندي شويه ديال المايس او الذره المعلب، هنا عندي واحد الجزره او زروديه حكيتها هكا رقيق اللي بغى يحكا غليظ يحكا غليظ، عندي الزيتون قطعته دوائر، غنحتاجو الصلصه تاع المايونيز وغنحتاجو الملح والفلفل الاسود. صافي غادي نبتديو على بركه الله باش نوجدوا الحشوه باش كيطيبوا ان شاء الله. والسلطه الخضراء عفوا نسيت ما جبتهاش، راه عندي غادي تشوفوها معايا. المهم هنا كما كتشوفوا واحد الكميه ديال الزيتون يا ربي واحد 20 غرام تقريبا، غادي نزيد عليها المايس. هاد الحشوه كتجي لذيذه البنات خطيره كتعجبني. تعرفوا في رمضان كنكونوا صايمين كنبغيو غير شي حاجه بارده، والجزر فوائده كثيره. الله الا كنستسمح منكم على الصوت تاع لا ماشينا لافي البنات الله غالب. وغادي نحل هاد العلبه تاع الطونه من بعد ما نظفتها من الفوق بطبيعه الحال. غادي نصفي هاد الزيت البنات، انا ما محتاجاش بالزيت، ما بغيتش انا البطبوط ديالي يجي من الدم. كنحاول نصفيه ما امكن البنات. انا صفيتو انا معكم البنات. صافي وغنزل هاد الطونه هادي كذلك. يمكن لكم تضيفوا الكورنيشون الا عندكم لي كورنيشون، انا ما متوفرينش عندي
المهم الحشوه ابدعوا كما تشاءون، تفننوا كما بغيتوا البنات في الحشوه ديالكم اللي عندكم، البقايا كذلك اللي كيبقاو لينا من الاكل ملي كنكونوا مثلا دايرين دجاج البارح مطيبينه مثلا للسحور او العشاء، كيبقى لنا شويه ديال الدجاج كنفتوه ونخدموا به. كذلك شويه ديال الفيونداشي. المهم هذا كاقتراح انا عطيته لكم، غادي ندير شويه ديال الفلفل الاسود، واللي بغى يضيف الهريسه يضيفها، انا ما غاديش ندير بزاف في الهريسه ما كياكلهاش الزوج ديالي، غادي ندير واحد راس ملعقه صغيره، والملح كيبقى حسب الذوق البنات. بسم الله صافي، غنكتفي بهذا القدر هذا، وغادي ندير شويه ديال لا مايونيز. قولوا لي حنان حليها بعدا وعاد ديري المايونيز. ماما كتضحكي كتضحك عليا امكم من الله. ايوا قولي لي حنان حليها بعدا وعاد ديري لا مايونيز. المهم كديروا حساب واحد زوج الملاعق كبار، وعينيكم ميزانكم باش كتلم لكم هذه الحشوه هذه. صافي غنبقى نخلط كل شيء هكا بشويه حتى يتجانسوا ليا كاع المكونات. اللي كيبغي المايونيز اكثر يدير، اللي ما كيبغيش اكثر ما كيبغيش ينقص، اولا ما يديروش كاع. المهم هذا كيبقى كاقتراح، وهالحشوه ديالنا واجده البنات هذه باش غنعمروا ان شاء الله البطبوط ديالنا. الحشوه ديالنا وجدات البنات من بعد ما خلطتها مزيان وطفيت هذيك الماشين في عصبتني البنات. المهم ها هي كتجي هكا بهذا الشكل هذا، وهنا وجدت الوريقات تاع الخس ديالي، وغندوزو نوريكم الطريقه ان شاء الله كيفاش كنطيبوا البطبوط، ونوريكم الطريقه ديال التعمار كذلك كيفاش غنحشيوه. صافي هنا غادي نبداو نطيبوا فيهم، كما كتشوفوا كترش المقله رشه خفيفه بالزيت وغتجيبي يا كمي. انا غنجيبك، جيبي لي حداك. بسم الله توكلنا على الله. قايله تهز ربعه حيت هنا راه بدات الوالده تبارك الله راه خرجوا من فوخين كما كتشوفوا. يدي وحيده هاي هاي على الوالده، يدي وحيده. انا غنزيد المهم ربعه باش يطيبوا. انتما وكترشهم بالزيت شويه من الفوق غير كيشدوا راسهم كيتقلبوا بسرعه باش يتنفخوا البنات. صافي غادي تقلبي فيهم الوالده هكا شفتوا، كتخليهم حتى يطيبوا عا كيشدوا راسهم صافي كيتقلبوا بسرعه. فوالا سيب صافي كتخليهم هكا، راه كيبداو يطلعوا وكيبغيو التحرك والتدوار. وما غتوريكم ماما ما بغيتش نحيد لكم هذه اللقطه هذه. تجمع شويه راسهم بالدور. ها انتم غنزيد لكم الكاميرا. تعدلت عليك الوالده؟ لا لا بنيتي ويلي عدا بك راح، انا موالفه بنيتي باش نداري مربعه. ربي يحفظك ليا الوالده ويطول لي عمرك. عليا نشقى وعز عليا بوجي. هكا كيبقاو يدوروا وتقلبهم تاني بهذه الطريقه هذه كما كتشوف حتى كيتحمروا. صافي الزيت ما كتبقاوش تزيدوا، لا كترشوا في الاول في المقيله والفوق هكا، وكيبقاو يتقلبوا بحال هكا حتى كيتنفخوا. هنا راه بغيت نحل لكم واحد الوحيده، ها انتم البنات كيجي الرطب. نحل لكم واحد الوحيده، نجيب المقص. بسم الله تبارك الله على الوالده العزيزه. ايوا تبارك الله. لا راه كيتنفخ يطلع الا دد لك مزيان وارتاح. ها بنيتي دليك البطبوط هو دليك. راه قلناها للبنات حيت البطبوط الا ما تدلكش العجينه من الداخل كتجبديها كتلقاها بحال الخضره، حيت ما دلوش خاصو يتدلك، هو يبغي دليك كيبغي دليك بزاف. هانتوما البنات ما شاء الله شفتوا كيفاش مشبك من الداخل، ها هو راه باقي سخونه نتوما كتشوفوا في النار طالعه. ها هو ها وحيده وكيجي رطب رطب البنات زوين بزاف. صافي غتكمل بهذه الطريقه هذه. قلبتيهم خلينا نبداو. صافي طيب بداو البنات شفتوا كيبداو ياخذوا هذا اللوين هذا. كيقوتوا بنيتي في رمضان مع الفطور تاع عمر يوم بنادم يضل الصايم. هي بصح صدقي الحلاوه سي بابو. تميره ناكل الحلاوه نكذب على مهمتي. تميره تفتحي بها الصيام ديالك. اييه ومن بعد خصك تاكلي بنيتي. هانتوما البنات تبارك الله كيفاش كيتنفخوا شوفوا. شوفوا شفتوا هانتوما ها راه كله بدا كيتنفخ
والنار ما تكونش مجهده متوسطه، ثاني الا كانت ميته راه ما غاديش يطيبوا لكم بسرعه. هذه باقا ها نتوما، هذه تبارك الله شوفوا قداش نفخت الوالده، ها شفتوا راه كيجي كله ناجح وزوين. صافي ما نطولش عليكم، غنكملوا بهالطريقه هذه كله، وعاد نتلاقى معكم وغادي نحشيه بهذيك الحشوه. الحشوه راكم عارفين الحشوه كدير واحد الوريقه ديال، غادي نوريهم واقيلا ان الحشوه عا باش نتلاقى معاهم في الطبق النهائي. اري لي ماما هذيك ديك اللي حليتي. اه واش بدي تريسي فاش ديريها؟ ماشي مشكل. ها انتم البنات كناخذوا واحد الورقه ديال الخس، كان انا شخصيا كنحيد منها هذا اللي كيكون قاص حد الجدره، هذه راه مغسوله ومنشفها بطبيعه الحال، كنديرها البنات هنا. مهم بهذه الطريقه كنلبسها بهذه الطريقه هذه، كنحاولوا نقادوها وكنجيبوا الحشوه باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف، ما بغيتش نطول عليكم. بهذه الطريقه هاد اللوينات، هاد اللون الصفر والخضر والاورانج تاع حتى العين كتاكل قبل من الفم البنات، قبل من المعده ديالنا. صافي كتحاولوا تقادوهم هنا في الجنيبات هكا. صافي كيجي البنات هذا هو الشكل ديالهم كما كتشوفوا، كيجيو معمرين زوينين. صافي انا غنكملوا كلشي بنفس الطريقه ونتلاقى معكم في الطبق النهائي باذن الله ان شاء الله. حبيباتي احبائي هذا هو شكل الطبق النهائي اليوم اللي درت لكم كمينه، انا درت غير الحشوه وعمرتهم كما كتشوفوا، الشكل ديالهم كيجي راقي وكيحل لنا لابيتي الشهيه باش ناكلو. المهم هذا كاقتراح الحشوه، مازال ان شاء الله في الشهر الفضيل تقاسم معكم حشوه اخرى اللي مالا باذن الله. غادي نخلي لكم كمينه الحنينه تقول لكم كلمه اخيره وعاد ننهي معكم الفيديو. بنياتي هالطبيطه تقبلوا عليهم ديال مهمتكم مينا جو رطبين ما شاء الله، والله يرضي عليكم بنياتي والله يفرجكم برضا ويغطيكم به، والله يجعل ربي يعاونكم في هاد العواشر ويعطيكم رزيق كاملين، وكنبوسكم كاملين وبوسوا لي الوليدات. المهم البنات كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وكنتمنى هاد البطيبيطه تعجبوكم. شوفوا البنات راه كيجيو رطبين رطبين لواحد الدرجه، غير نقصوا عليهم النار وطيبوهم غير بشويه باش يجيو غزالين هكا زوينين. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، ولا عجبكم ما تنساونيش من الدعم للايك الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اللي مازال ما نضمش الوصفات نونو يضغط على الزر الاحمر تحت الفيديو، واللي ما لا تبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع الاهل والاحباب الى عجبوكم طبيعه الحال، فضلا وليس امرا كتشجيع لي القناه باش نعطيكم ما افضل وما احسن. غادي نشكركم على المتابعه، دمتم في رعايه الله والى فيديو قادم باذن الله.